نهاركم سعيد. أنا اليوم قدام عمارة ثنيان الغانم في مدخل شارع فهد السالم أول مدينة الكويت. عمارة جميلة وحديثة، وانت ماشي رايح شارع فهد السالم دوار الجهرة على يسارك تشوفها موجودة على اليمين. بدأ بناء هذه العمارة سنة 1957 وافتتحت سنة 1961. كون ان الشيراتون يمها ومنظرها جدا جميل وحداثي، كانت باكورة العمارات العالية بالكويت، وهذا الجزء اللي كان مقرر انه يكون اعلى، ولكن البلدية في ذاك الوقت ما سمحت. عمارة ثنيان الغانم كانت بمثابة ناطحة سحاب في ذاك الوقت. بمجرد ما تدش بالمدخل الرئيسي تحس ان انت يعني رجعت بالزمن لسنة 1961. منظر المدخل والأرضيات والعواميد والمساحات الكبيرة تعطي شعور بالشراحة. منظر يعني مدخل الأسانسيرات مثل ما هو من ذاك الزمان، ومنظر الشبابيك والزجاج والدري تصعد، منظر صراحة يعني وايد جميل. ولا تزال بعض بيبان المكاتب محتفظة بالشكل نفس القديم، وهذه لوحة الإعلانات أو الديسبلاي بورد تبين أسماء الشركات اللي موجودة في هذا الدور، وهذا مصعد كان للخدمات. واحدة من الشركات القديمة لا زالت موجودة، وهي شركة محمد أحمد حسين. نشوف الإعلان مقاولات ومجهز بواخر كويت وبلاد العرب، ونشوف بلاد العرب أو الخليج اسمه أريبيا، ونشوف هنا التلفونات من الستينات والبرقية اللي هو التلكس ما حسين. وخلف المبنى هذا في براحة عودة أو مساحة لركن السيارات، ونفس الشيء هذه تدخل التهوية والإضاءة إلى داخل هذا المبنى. ونشوف بهالجزء هذا يعني الطلاء القديم أو البورسلان القديم لهالعمارة هذه. ثنيان الغانم اللي سميت عليها العمارة هذه من رجالات الكويت اللي قامت النهضة العمرانية والاقتصادية والتجارية في زمنهم. فوق هذا هو رجل خير وتبرع بعدد من أراضيه لبناء المساجد. مصمم هذه العمارة معماري اسمه سيد كريم. هذا سيد كريم من مصر صمم كذا مبنى، المكتبة المباركية وبعض دور السينما بالكويت ومبنى وزارة المالية. العمارة كانت تريد سنتر، مركز تجاري فيها العديد من الماركات والشركات، وكان فيها برج للبث، وكان فيها مكتب البي او اي سي اللي هي البريطانية عبر البحار اللي هي البريتش ايرويز حاليا، غير انه كان فيها معمل او مرسم لعرض العروض الفنية وهو مرسم بدران، وكان فيها بعد مكتب لشركة نفط الكويت. والدور الأرضي فيها كان معرض لسيارة الرزريز. منظر الرزريزات وانت داخل شارع فهد السالم وعلى يسارك الشيراتون كان يعطي انعكاس لحياة الرفاهية المقبل عليها المواطن الكويتي. وكل الشكر للشركة اللي ماسكة صيانة وتنظيف وإدارة هذه العمارة، رغم أنها قديمة من سنة 57 إلا أنها في حالة جيدة جدا، وهي موجودة حاليا بين يدينا.